السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين نعمل مع بعض مركز التمر هندي، هنعمله بكل بساطة بأربع مكونات موجودين في كل بيت، بس ده بعد الفاصل، خليكم معانا. بسم الله نبدأ مع بعض. أول حاجة معانا كيلو سكر، ومعانا تلت معلقة صغيرة ملح ليمون، ونص كيلو تمر هندي، وتلاتة لتر مية. ودلوقتي جبنا التمر هندي وحطيناه في حلة وحطينا عليه المية وحطيناهم على البوتاجاز، وهنسيبهم على النار لمدة ساعة، وبعد كده هنصفيه ونرجعه على النار تاني، وهنحط كيلو السكر وهنقلب عشان السكر يدوب معانا، وهنسيبه على النار لمدة تلت ساعة، وبعد كده هننزل عليه بتلت معلقة من ملح الليمون وهنقلب، وهنسيبه لغاية ما يتقل معانا. هنطفي عليه البوتاجاز ونسيبه نص ساعة يبرد، وبعد كده نعبيه في ازاز ونحطه في التلاجة لمدة 3 لـ4 ساعات. ودلوقتي هنقدمه، هنحط تلت الكاس مركز التمر هندي، وبعد كده هننزل عليه بالمية. وبكده تكون وصفتنا خلصت. لو عجبتك وصفة النهاردة اوعوا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.